على تخوم سلمى يرابط الجيش السوري الحر اليوم بعد أن كانت ولمدة 3 سنوات تحت سيطرته. الحر اضطر إلى الانسحاب إثر الغارات الروسية الكثيفة ليحيط البلدة من كل الجهات الممكنة، مترصدا للنظام وميليشياته وموقعا خسائر فادحة في صفوفه بعمليات نوعية. نحن هلا مغطين في محيط سلمى هلا حاليا، وثلاث ارباع سلمى مكشوفة أمامنا، والحمد لله أي تحرك عم نستهدفه تاو صاروخ كونكورس، يعني بعدة صواريخ، وعم ندخل يوميا عمليات نوعية. كانت عملية نوعية تسللنا لتحت منه مباشرة كرمال القصف ما يأثر فينا. عوش الصبح كنا طلعانين وش بوش الجيش، لا قدر يقصف علينا لا قدر يقصف علينا بالطيارة. اقتلنا عدد كبير من العساكر، اغنمنا دبابات واغنمنا رشاشات. لم يخسر الحر المنطقة إلا تحت ضغط السلاح الجوي الروسي، لكن الأرض كما يؤكد فهي ستبقى له، يرصد تحركات النظام ويصيبه. كمائن وصواريخ أوقعت في صفوف النظام ربما أكثر ما دفعته قواته لدخول سلمى.